اهلا وسهلا بحضراتكم في سيشن رقم 3 تحت عنوان البولت كونكشن، وده الكورس الرابع اللي بقدمه لكم جروب ديزاين اونلاين في مجال الميكانيكال انجينيرنج. في التو سيشنز اللي فاتوا اتكلمنا عن البيسك برينسيبلز المتعلقه بالبولت كونكشن، خدنا المعطيات اللي البرنامج بيحتاجها سواء متعلقه بالكونكشن او متعلقه باللود، وخدنا كمان الريزلتس اللي البرنامج بيديها لنا وتعرفنا عليها بالتفصيل بحيث ان احنا نشتغل بشكل بروفيشنال. السيشن اللي فاتت دخلنا على الديزاين اكسلريتور وتعاملنا معاه، وكان فاضل عندنا نقطه مهمه جدا وقلنا ان احنا هنفرد لها سيشن كامله، وهي البرنامج ما يقدرش ان هو يفترض الشير لود والاكسل لود، وانما بياخد مننا الشير لود والاكسل لود وبناء عليها وبناء على بعض المعطيات الاخرى بيدينا في الاخر الريزلتس. عشان نفهم ازاي ان انا ممكن ادي برنامج الشير لود والاكسل لود بشكل سليم، محتاجين ان احنا نتعرض لمجموعه من الابلكيشنز اللي بتطلع لينا على الارض الواقع. اول ابلكيشن بيكرر كتير جدا هو ابلكيشن البراكت، هو ان انا عندي لود على براكت، والبراكت دوت سبورتد بشيء ما ثابت عن طريق مسامير. في كونسبت مهم جدا محتاجين نفهمه في اللحظه دي اسمها التيلتنج ايدج، والتيلتنج ايدج ده عشان نفهمه بنتخيل ان المسامير ديت اتشالت فجاه. في حاله لو كده المسامير ديت اتشالت فجاه، تصرف البراكت ده هيكون عامل ازاي؟ التصرف ده هو بالظبط اللي هيفهمني دور البولت كونكشن اللي موجوده. المسامير دي لو اتشالت فجاه، البراكت ده كله هينزل لتحت تحت تاثير الويت، وده معناه ان وجود البولت كونكشن هو اللي منع كده، وده معناه ان البولت كونكشن هنا او المسمار الواعد هنا حاسس بشير لود نتيجه الدبليو او الود او الوركينج لود اللي عندي. لو انا دلوقتي عندي اربع مسامير، هيبقى نصيب المسمار الواحد فيهم عباره عن الدبليو على الاربعه. اذا اول حاجه حاسه بيها المسمار الواحد هو الشير لود نتيجه اللود اللي هنا. الحاجه الثانيه اللي حاسس بيها المسمار الواحد عشان نفهمها، تعالى نتخيل برضو ان المسامير دي اتشالت فجاه. مش بس البراكت ده هينزل لتحت، بل هيعمل عمليه تيلتنج اباوت البوينت ديت، وان كان الكلام ده سيمالتينسلي بشكل مؤقت او لحظي. وده معناه كمان ان في مومنت اباوت النقطه ديت، وما دام البولت كونكشن هي اللي منعه كده، يبقى البولت كونكشن هي اللي عامله البالانس، وبالتالي اقدر اقول ان الدبليو في ال بيرد عليها الاف 1 في ال 1 بلس الاف 2 في ال 2، حيث ان الاف 1 هي اللود اللي في المسمار الاولاني اللي على بعد L1، والF2 هي اللود اللي في المسمار الثاني اللي على بعد L2. معادلة البالانس ديت اللي هي سبميشن مومنت اباوت التيلتنج ايدج او التيلتنج بوينت هنا او السيمالتينيوس تيلتنج بوينت هنا، هي اللي خلتني اقدر احصل على علاقة تربط ما بين ال W او الوركينج لود والF1 والF2. ايه بقى الF1 والF2؟ دي اللود اللي على المسمار. طب يا ترى طبيعة الF1 هنا والF2 هل هي شير لود ولا هي نورمال لود؟ لان دول عندنا تو تايبس اوف لود، مفيش غيرهم، يا اما شير يا اما نورمال. اي حاجه جايه لي نتيجه التيلتنج ايدج ديت دايما بتبقى نورمال، ومعنى كلمه النورمال هنا تنشن، لان المسمار ما بيشيلش كومبريشن. اذا انا عندي هنا نورمال لود على المسمار نتيجه التيلتنج اللي حصل، وعندي شير لود على المسمار نتيجه وجود الدبليو. اذا المسمار الواحد دلوقتي او الكونكشن الواحده دلوقتي من الاربع مسامير دول، طبعا انا عندي هنا مسمارين وفي اتنين زيهم ورا، إذا المسمار الواحد هنا حاسس بالشير لود نتيجة الـ W على الأربعة، وحاسس كمان بنورمال لود نتيجة نصيبه من الـ tilting moment about النقطة ديت. بكده لو أنا عايز أدخل البرنامج، هدخل البرنامج الآتي: همسك الفورس النورمال اللي جبتها من معادلة البالانس، وطبعاً أنا اخترت الـ F2 لأن الـ F2 أكبر، لأن الـ F2 هي الأبعد، وبالتالي من حساب المثلثات F1 على N1 equal F2 على L2 يطلع الـ F2 هي الأكبر، وبالتالي هحسب على المسمار اللي عليه لود اكبر، وبالتالي لو كان المسمار دوت سيف بالتاكيد بقيه المسامير الثانيه هتبقى سيف، ودي قاعده مشهوره عندنا في الديزاين، هو ان انا باخد دايما الورست كيس. اذا الاف 2 دلوقتي لو اتقسمت على عدد المسامير هيديني نصيب المسمار الواحد من التيلتنج لود. التيلتنج لود ده بالنسبه لنا نورمال، ده اللي هيتحط في خانه الاف اكسيال. اما بالنسبه للشير فورس، فالشير فورس بمنتهى البساطه هي عباره عن الدبليو على الN او W على عدد المسامير، ودي اللي تتحط في خانه الدايركت شير. طب ايه الكوفيشن فريكشن اللي حطيتها هنا؟ انا حطيتها هنا في حاله لو احنا في الهاند كالكوليشن عايزين نجمع جمع جبري، فما كانش ينفع ابدا نجمع تو اورثوجونال كومبوننتس جمع جبري، فعشان كنا نجمع الاثنين جمع جبري كنت بحول واحده فيهم للثانيه، فكنت بحول الشير الى نورمال عن طريق ان انا اقسم الشير على الميو. طبعا احنا هنا بالنسبه لنا في البرنامج مش مضطرين لكده، ولكن انا ذكرت دي عشان لو حضراتكم لقيتوها في احد المراجع تفهم ان احنا كنا بنقسم الشير على الميو فقط عشان احولها
الى مركبه او الى كومبوننت او فيكتور بتاعها في نفس الاتجاه بتاع التيلتنج لود او النورمال، وما يبقوش الاثنين تو اورثوجونال كومبوننتس وما ينفعش تجمعه. فعشان اعرف اجمعهم حولت واحده فيهم للثانيه عن طريق ان قسمتها على كونفشنال فريكشن. الان دائما هنا هي عدد المسامير. نفس الكلام بالظبط هنقدر نطبقه في البراكت الثاني. برضو عندي هنا الدابيو، لو انا شلت المسامير ديت بشكل مفاجئ هجد ان البراكت ده كله نزل لتحت. اذا اللي كان مانع ده يحصل هو البولت كونكشن. المره دي بقى الدابيو مش عامله شير زي هنا، انما عامله نورمال لود، او انا بسميه دايركت نورمال. فلو انا قسمت الدابيو على عدد المسامير يطلع لي نصيب المسمار الواحد من الدايركت نورمال. طيب الحاجه الثانيه هو ان انا فعلا برضو لو شلت بولت كونكشن هيحصل دوران او تيلتنج اباوت النقطه دي، وده برضو يعتبر تيلتنج ايدج او سيمالتينيوس تيرنينج بوينت. لو انا شلت المسامير هيحصل البراكت ده هيلف اباوت النقطه دي، وبان ده ما حصلش يبقى البولت كونكشن هي اللي عامله البالانس دوت. ونفس الكلام برضو اف 1 في ال 1 بلس اف 2 في ال 2 هتبقى ايكوال دبليو او الوركينج لود في ال L. ومن خلال نفس المعادلتين دول اقدر احصل على الاف 2 وهي الاكبر بتاعت المسمار الابعد عن التيلتنج ايدج، ودي كده تعتبر التيلتنج لود. طيب هل التيلتنج لود نورمال ولا شير؟ هي نورمال. طيب والدايركت نورمال برضو من اسمها نورمال. دول اقدر اجمعهم جمع جبري، وبعد ما اجمعهم جمع جبري احطهم في البرنامج في خانه الاكسيال لود، وهنا انا ما عنديش في الحاله ديت اي شير لود. مثال تاني وبرضو في البراكت، مثال لو انا عندي انكلايند لود بالمنظر ده. الانكلايند لود ديت ليها تحليل الكومبوننت اللي في الاتجاه دوت، وليكن ده اتجاه الاكس. الكومبوننت اللي هنا اللي هي عباره عن 40 ساين 60 في هذا الاتجاه، دي هتعمل لي دايركت نورمال على الكونكشن. اما ال 40 كوزاين 60 اللي هي في الاتجاه بتاع الواي، دي هتعمل لي دايركت شير على الكونكشن. بالاضافه ان الدايركت نورمال او المركبه اللي هي 40 ساين 60 في هذا الاتجاه مش بس عامله لي نورمال على المسامير، دي كمان مسببه لي مومنت اباوت النقطه دي بالاشتراك مع ال 40 كوزاين 60. اذا ال 40 كوزاين 60 في المسافه اللي هي 175 زائد ال 40 ساين 60 في المسافه اللي هي 100 هيرد عليها البولت كونكشن من الناحيه الثانيه اللي هي الفورس في الديستانس 2 اف 1 في 60 و2 لان عندي 2 بولت كونكشن في هذا البعد وبعد ال 60، وعندي 2 بولت كونكشن في البعد ال 120 زائد 60 اللي هي 180. فمن المعادله دي مع معلوميه ان المسمار الابعد لازم هتبقى اللود اللي عليه اكبر ريليتيفلي للمسافه اقدر احصل على الاف 2. وطبعا الاف 2 او اي فورس هتجيلي من معادله التيلتنج هي دائما نورمال. النورمال هيتجمع على الدايركت نورمال، اذا ده دايركت نورمال وده التيلتنج لود اللي هو برضو يعتبر نورمال. اذا الاثنين دول كده اهو اللي هو التيلتنج لود مع الدايركت نورمال اقدر اجمعهم على بعض واحطهم في خانه الاكسيال او خانه النورمال في البرنامج، ويفضل الدايركت شير اللي جاي لي نتيجه ال 40 كوزاين 60 لما يتقسم على الانت. برضو نفس القصه قسمت هنا على 100 عشان اقدر اجمعهم جمع جبري، اما بالنسبه لنا احنا في البرنامج مش هنجمع جمع جبري ولكن هنحط دي في خانه مفصوله وهي خانه الشير لود. مثال كمان هي البراكتس المعتمده على الشير بتاعت الستيل ستراكشرز. في الحاله ديت انا عندي مش مومنت انما عندي تورك. البي هنا لما بتتضرب في الاي هيديني تورك اباوت السي جي بتاعت المسامير. المسامير طبعا هترد على الكلام ده، فكل مسمار فيهم حاسس بالاتي. واحد حاسس ان هو عايز يرد على البي، وعشان نفهم الكلام ده زي ما قلنا من اول السيجن وقاعدين بنكررها، تخيل ان المسامير دي لو اتشالت فجاه، المسامير الاربعه دي لو اتشالت فجاه البراكت ده كله هينزل لتحت، وده معناه ان كل مسمار فيهم بيرد على البي ديت لفوق. يبقى كل مسمار مشارك هنا ببي على الاربعه اللي هي اللود اللي حضراتكم شايفينها في الاتجاه نفس اتجاه البي. ده كده يعتبر بالنسبه لي دايركت شير. الشير التاني اللي جاي لي بقى نتيجه التورك، برضو لو انا جبت الاربع مسامير دول فجاه يحصل ايه؟ مش بس ده هينزل لتحت، هيلف لانه كانه بيعمل تورك مقداره البي في الاي اباوت السي جي دوت. وبالتالي كل مسمار منهم لو انا عملت عمودي على المسافه اللي ما بين السنتر بتاع المسمار وما بين السنتر او السي جي بتاع الاربع مسامير، الاف 1 والاف 2 والاف 3 والاف 4 اللي ظهرتني هنا هي عباره عن المركبات او الكومبوننتس بتاعت الفورس اللي بيرد عليها كل مسمار على التورك اللي جاي من البي في الاي. اذا لو انا دلوقتي ضربت البي في الاي او البي في الاي او التورك دوت لازم هيرد عليه الاف 1 في ال 1 والاف 2 في ال 2 والاف 3 في ال 3 والاف 4 في ال 4. وطبعا بما ان هنا ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 سيان، فالاف 1 والاف 2 والاف 3 والاف 4 برضو ايكوال.
هنا احنا كنا بنعمل حسبة لو احنا هنعمل الكلام ده بالهارد كالكوليشن، كنا بنرسم جراف، كنا بنحط هنا الاف واحد بقيمتها وننزل بمقدار البي ويبقى ريزلتنت هو اللي حضراتكم شايفينه دوت. نعيد الكلام ده في البولت كونكشن رقم 2 و3 و4 وننقي اكبر واحد او اكبر ريزلتنت اللي هو هيجي لي هنا في المسمار رقم 2 و3 واحسب على اي واحد فيهم سواء 2 او 3 لان الريزلتنت بتاعه 2 او الريزلتنت بتاعه 3 واضح جدا ان هما الماكسيمم ريزلتنت. طبعا دي على طول هتتحط في خانه الدايركت شير، انما هنا احنا قسمناها على الميو عشان في الهاند كالكوليشن بنحب دايما نحول كله الى النورمال، لكن احنا في البرنامج عندنا مش مضطرين لكده، وكل قصة ان احنا هناخد الماكسيمم ريزلتنت ديت ونحطها في خانه الدايركت شير للبرنامج عشان البرنامج يقدر يحسب. مثال اخير او مثال من امثله بتاعه البريشر فيسلز، مثال ملوش علاقه خالص بالبراكت وما فيش تيلتنج ولا في شير، ومطال ببساطه انا عندي هنا بريشر بداخل الفيسل والبريشر دوت عايز يخلي الكفر دوت يتحرك لفوق او يفتح لفوق. اللي مانع الكلام ده انه يحصل هو البولت كونكشن، وعايزك تتخيل البولت كونكشن لو اتشالت فجاه حاجه ان الكفر دوت هيتنطر لفوق نتيجه البريشر. اللي مانع كده هو وجود البولت كونكشن. اذا المسمار ده واضح جدا انه عليه دايركت نورمال، لا في تيلتنج ولا في شير. اذا لو انا ضربت البريشر في الاريا هيديني الفورس اللي عايز الكفر دوت يتحرك لفوق. لو قسمت الفورس ديت على عدد المسامير يديني نصيب المسمار الواحد، ودي من اسهل المسائل بتاعه النورمال لود، ويديني كده مسمار الواحد اللود بتاعه واقدر ادخله على طول مباشره في خانه الاف اكسيال، وما عنديش اي حاجه احطها في خانه الشير واحط في خانه الشير زيرو. مثال كمان مثال الجيب كرين، والمثال ده مشهور جدا عندنا لان الحقيقه اول مره يبقى عندي هنا دابيو والناحيه الثانيه المسامير موجوده وما يكونش عندي دايركت نورمال في الحقيقه، لان الاول مره يبقى التيلتنج ايدج فاصله ما بين الوركينج لود وما بين المسامير. ورجعوا كده كام سلايد ورا للبراكت وشوفوا ان دايما كانت التايتل التيلتنج لود موجوده في ناحيه والدبليو والوركينج لود والتو بولز موجودين في نفس الناحيه، انما هنا الاول مره التيلتنج ايدج تبقى موجوده في النص والدبليو لتحت، فما اقدرش ان انا اقول هنا ان المسمار شايل دبليو على 2 او دبليو على 4، يعني الدبليو دي في الحقيقه عملاني كومبريشن والكومبريشن ما بيتنقلش في الاخر على المسمار. فالمسمار هنا لا هو شايل شير، ما فيش اي حاجه عامله شير، ولا هو شايل نورمال نتيجه التيلتنج، انما اسف مش شايل نورمال نتيجه الدايركت نورمال، انما شايل فقط النورمال نتيجه التيلتنج. فدبليو في ال اللي هي دبليو في ال 200، الدبليو طبعا هنا هو الويت بتاع الجيب كرين او الحاجه اللي هتتحط هنا على المونريل ترولي. الدبليو ديت لو اتضربت في ال 200 هيديني التيلتنج لود اباوت النقطه دي، هيرد عليها المسامير اللي موجوده هنا، يبقى اف 1 في 80 اللي هي المسافه اللي هنا زائد اف 2 في 160 زائد 80. وعندي معلومه ثانيه هي معلومه نسبه المسافات بالحساب المثلثات، يطلع لي في الاخر الاف 2 اللي هي الماكسيمم. الاف 2 ديت هتتحط مباشره في خانه النورمال نتيجه النورمال بتاع التيلتنج ايدج. مثال كمان مثال البنش بريس او اي بريس، وده يعتبر على فكره مساله براكت. فلو انا عندي هنا بعمل بريسنج على وليكن هنا في هنا بايب، ده دي باي فايس او شيء ما بعمل هنا بريسنج عليه، فلكل فعل رد فعل، فالحاجه اللي بعمل عليها بريسنج لتحت هترد على باور سكرو هي لفوق، فالباور سكرو عايز يطلع لفوق، اللي منعه هو البراكت، واللي منع البراكت هو البولت كونكشن اللي موجود هنا. تعالوا نعمل الاناليسيس بتاعتنا، اللود دوت هيتحرك او هيحط على المسمار بشكل مباشر، فبالتالي هنا عندي دايركت نورمال، ما عنديش اي حاجه عامله لي شير على المسمار، وبالتالي هنا ما عنديش شير، وفي هنا تيلتنج ايدج عند النقطه ديت. وعشان احس بيها تخيل لو المسمار اتشال فجاه هتجد ان البي ديت عايزه تمسك او عامله مومنت اباوت التيلتنج ايدج ديت، وبالتالي هي عايزه تعمل تيلتنج وتقلب كل البراكت دوت او الفريم دوت، واللي منعه من كده هو البولت كونكشن. وبالتالي نقدر نحط نفس المعادله، اللود بتاع المسمار في المسافه اللي هي 300 هيرد عليها، او اسف البي في المسافه اللي 150 زائد 400 هيرد عليها عدد 2 مسامير اف في المسافه اللي هي 300، ومن خلال المعادله ديت استطيع ان انا احصل على اللود اللي جاي نتيجه التيلتنج واللود الدايركت نورمال اللي جاي نتيجه انتقال البي ديت مباشره على المسمار. تعالوا ناخد المثال ده مثال البريشر فيسل. البريشر فيسل من اسهل الامثله، عندي الانر دايمتر 150 وعندي الوول ثيكنس 15 وعندي النمبر اوف ستاد ريكومندد ام 16، وعن هنا ريكومندد ان هو في هنا اقتراح مبدئي والضغط بالداخل هو 2 ميجا باسكال. نقدر نعمل بليس للكفر وهنعمل بليس للسلندر
ادي الكفر وادي السلندر. وزي ما اتفقنا كون ان انا هعمل بولت كونكشن مش معناها ان انا البرنامج مش محتاج الكونسترينز او عمليه الاسمبلي. انا هجري عمليه الاسمبلي بشكل عادي جدا، وطبعا دي من اسهل عمليات الاسمبلي، مجرد ان انا هعمل انسرت ما بين الدايره ديت وما بين الدايره دي او دي واقول له اوكي وتمام. طب ايه النقطه ديت او البوينت ديت؟ احنا كنت بالفعل رسمها وانا في البارت موديلنج موديول عشان انا عايز احدد النقطه اللي انا هعمل فيها البولت كونكشن. دلوقتي بروح انا اروح الديزاين واقول له بولت كونكشن، برضه هيقول لي سيف، اقول له سيل 2 على سبيل المثال اوكي، هيفتح لي الخانه بتاعه الديزاين. والمره دي بقى مش هقول له لينير ولا كونسنتريك، انما هقول له اون بوينت. هيفهم على طول ان دي البوينت بتاعتي. هختار الاول الفيس ستارت فيس، وبعدين اقول له البوينت، ادي البوينت، وبعدين اقول له التيرمينيشن، اختار التيرمينيشن بتاع وش السلندر، وطبعا هقول له ان هو بلايند، والايزومتريك او بلايند ستارت فيس اهوت. وبكده احصل على الدريلد هول. المهم بتاعي كان ام 16، نزلت المسمار بتاعي من الستاندرد ام 16، حطيت هنا 16، عملنا البليسمنت بتاعتنا اون بوينت وخليناه بلايند. ودلوقتي نقدر نروح على الكالكوليشن، وهناك في الكالكوليشن نقدر نحسب الاكسل فورس عن طريق ان انا اضرب البريشر ل 2 ميجا باسكال، هضربها في الاريا اللي هي باي دي سكويرد على 4. الاريا بتاعتي طبعا هي الانر دايمتر اللي هو كان 150 ملم، اقدر من خلال ضرب البريشر في الدايمتر والمعادله ديت هتطلع لي الفورس. الفورس دي على طول هحطها هنا في خانه الاكسل. ما عنديش طبعا هنا زي ما قلنا خالص اي شيء فورس. انقي الماتيريال بتاعت بليت اكوردنج للمعلومات اللي هم مدهاني، لو مش مدهاني يبقى سايبها لي زي ما انا عايز اختارها. وبرده نفس الكلام انقي الماتيريال بتاعت البولت. وعدد المسامير دلوقتي انا عندي حاجه من الاثنين، يا اما ان انا دلوقتي احط عدد المسامير هنا ب 8 زي ما هو مديني ان هي 8، وساعتها احط اللود اللي هيطلع لي زي ما هو، يعني بعد ما اضرب البريشر في الاريا واحط القيمه زي ما هي، البريشر لما اضربها في الاريا احط القيمه زي ما هي. او ان الحل الثاني ان انا احط عدد المسامير هنا بواحد، ولكن في المقابل لما اضرب البريشر هنا في الاريا هقسمهم على 8، وبعد ما اقسمهم على 8 ادخل القيمه هنا في الاف اكسيال. وبكده اصبح عندي كل المعطيات جاهزه. اديته الاف اكسيال، عرفت احسبها ازاي خلال معادله البريشر في الاريا، ومعلوميه العدد المسامير، معلوميه الماتيريال بتاعه البليت والماتيريال بتاعه البولت والسيفتي فاكتورز، في الاخر اقول كالكليت ويطلع لي الريزلتس. واقدر دلوقتي اعمل ريبورت وانا فاهم كل نقطه من النقاط اللي انا دخلتها وكل نقطه من الريزلتس اللي انا طلعتها، واخد بناء على كده قرار اوكي. اوكي اصبح عندي هنا مسمار ام 16 مطابق للمواصفات على بيتش سيركت دايمتر 175 متر. طبعا الكلام ده كله تقدر حضرتك دلوقتي تحققه بمنتهى السهوله في البارت موديلنج موديول. واحنا عشان نختصر بس الوقت عندنا في الكورس بتاعنا دوت، اخترنا ان احنا نرسم او نعمل الجزء بتاع بارت موديلنج موديول ونيجي هنا على طول مباشره عشان نطبق الكلام ده. في اي وقت انا عايز ارجع للبولت كونكشن واعمل اي تعديل، سواء التعديل كان في بليسمنت او التعديل كان في نوع المسمار اللي انا نزلته او التعديل كان في اللود او الماتيريال، اقدر اجري هذا التعديل ومجرد ان انا اقول اوكي يعدل كل الكلام ده مره اخرى. المحاضره بتاعت النهارده خدنا فيها نقطه مهمه جدا جدا جدا، وهي دي النقطه اللي بتفرق البروفيشنال يوزر عن غيره، وهي نقطه ان انا بقدر من خلال المعادلات وبقدر من خلال الحسابات الرياضيه البسيطه جدا جدا اجيب البي اكسترنال او الوركينج لود على المسمار، سواء كان براكت، خدنا مثال البراكتس، خدنا مثال ستري ستراكشرز، خدنا مثال الجيب كرين، خدنا مثال البنش بريس، خدنا مثال البريشر فيسل، وطبقنا بالفعل البريشر فيسل على البرنامج، وخدنا طريقه جديده للبليسمنت وهي طريقه البليسمنت اون بوينت. اشكر حضراتكم وارجو تكونوا استمتعتم بالكورس دوت. ده اول كورس لينا في مجال الاناليسز، ولينا كورسات تانية ان شاء الله، واول كورس جاي هيبقى بعنوان الباور ترانسميشن اليمنتس. اشكر حضراتكم متابعونا على ديزاين اونلاين جروب وبلوك سبوت، ديزاين اونلاين جروب دوت بلوك سبوت دوت كوم دوت اي جي، وعمر دوت احمد ات اي ان جي دوت اي اس يو دوت اي دي يو دوت اي جي، وعمر اس اس ات جيميل دوت كوم. اشكر حضراتكم ونتقابل في كورسات قادمه ان شاء الله.